رفض معلمو التعليم الابتدائي تصريحات وزير التربية الأخيرة التي وصف فيها احتجاجهم بالمسيس عشية الاستحقاقات الرئاسية. أساتذة الابتدائي أكدوا أن وقفتهم الاحتجاجية كانت عفوية تولدت بسبب الضغط الذي يعانيه الأستاذ. التصريحات الأخيرة للوزير، هو اعترف بأن مطالب الأساتذة مشروعة، ثم يتحدث في نفس الوقت ويقول أن هذه الوقفات الاحتجاجية هي بأياد مجهولة. نحن نقول له من هذا المنبر بأن هذه الوقفة ما هي إلا نتاج لهذا الضغط الذي يعيشه أستاذ المدرسة الابتدائية، وهذه حركة عفوية لأساتذة التعليم الابتدائي، لا يوجد وراءها لا دفع سياسي ولا دفع اقتصادي ولا أي شيء آخر. معلمو الابتدائي أكدوا عدم فتح الوصاية لأي حوار جاد لمعالجة المشاكل المطروحة، فيما أصروا على مواصلة إضرابهم إلى غاية تحقيق المطالب. نحن متواصلون في الإضراب، كما تحدثنا المرة الماضية قلنا راح تكون خلال هذه الإضرابات راح تكون وقفات تقويمية للإضرابات وسيكون هناك تصعيد، لكن أنه يتم يقول لك وزير لبينا المطالب، فهذا احنا لم يلبي لنا ولا مطلب، لم يتم فتح ولا قناة للحوار، لحد الراهن لا يوجد أي قناة للحوار مع الوزارة. تتواصل القبضة الحديدية بين أساتذة التعليم الابتدائي التي تتمسك بإضرابها وتهدد بالتصعيد، وبين وزير التربية عبد الحكيم بالعابد الذي يتهم أطرافا بمحاولة تسييس المدرسة ليبقى التلميذ الضحية.